مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. الرئيس تبون يقلب طاولة مجددا على بريكس، وكما كان متوقعا تحركات تاريخية والجزائر تقلب الرف للانتصار، وهكذا أبهرت بوتين ورئيس الصين. فكيف كانت ردة فعلهم وهذا ما فعله مجددا؟ بداية، الرئيس تبون بتوجهات جديدة ورسمية تخليط حسابات البريكس، واستطاع قلب الرفض المخيب إلى انتصار وفائدة كبرى للجزائر، جعلت البريكس نادمين حتى على فقدان الجزائر بهذه السرعة، خاصة مع تحركها للعمل مع أكبر وأقوى مجموعات حاليا بعيدا كليا عن مجموعة بريكس، مع توجهاتها الجديدة التي تخدمها لوحدها أكثر مما كان الحال عليه لو قبلوها. وبتحرك الرئيس تبون بالتوجهات الجديدة الجريئة مع البريكس، أصلا الجزائر أرادت القيام بتحركات مشتركة فيما يخص أمهات القضايا السياسية الخارجية للجزائر. وبما أن البريكس رفضوا أو أجلوا دخول الجزائر، فستواصل الدفاع عن هذه الخيارات من هؤلاء الحلفاء وغيرهم طبعا، في أطر أخرى كحركة عدم الإنحياز ومجموعة السبعة وغيرها من الأطر التي تظل باقية وقائمة وتحركات الجزائر فيها. فأكثر ما تم التركيز عليه من طرف المحللين وكبرى الصحف هو ذكر الجزائر توجهها سريعا لأطر أخرى عديدة، أهمها حركة عدم الإنحياز ومجموعة السبعة. فقد وصف محللون هذا القرار الرسمي الجزائري بالصفعة المدوية لحركة البريكس، وسيجعلهم الرئيس تبون يندمون على تخييبه. فمثلا مجموعة السبعة وتوجه الجزائر للعمل معهم يؤكد أنها بدأت بالفعل في تسبيق مصلحتها والانفتاح على العالم كله، خاصة مع هذه المجموعة التي تعد الأقوى في العالم حاليا، لكي لا تضيع الجزائر أي فرصة لتقوية مواقفها واقتصادها، ولا مبالغة بعد اليوم في دعم الحلفاء كما كانت سابقا وخيبوها حينها، ما جعلها الآن تستفيد أكثر وتخرج من أي قيود. وقد كشف محللون أن الجزائر بإعلانها الرسمي العمل مع مجموعة السبع والمتكونة من كندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، هذا الأمر صدم البريكس وسيندمون ندما كبيرا على تضييعها، فقد ضيعوا بلدا هاما وصاحب نفوذ كبير في القارة الإفريقية ودوت موقع هام على الخريطة وله أهم موارد تفك الضغط على الدول الغربية، وهما النفط والغاز الذي يتهافتون عليه للتخلص كليا من نظيره الروسي. ناهيك عن تعامل الجزائر مع هذه المجموعة وغيرها من المجموعات الاقتصادية، وسيغنيها كليا عن البريكس وستستفيد أكثر بهذا الانفتاح والتعاون، والتعاون الكبير خاصة تقوية تعاملاتها مع دول الاتحاد الأوروبي في كل المجالات وعلى كل الأصعدة للخروج بأكبر فوائد منهم. مع العلم أنه ذكرت صحف أن بوتين ورئيس الصين بالفعل قاموا بالضغط لإدخال الجزائر، لكن فشل الأمر حينها في آخر اللحظات بسبب خلافات داخل المجموعة، والآن يصححون الخطأ لإدخالها. لكن الجميل والأكيد أن الجزائر حتى لو دخلت مستقبلا للبريكس لن تدخل إليهم بعقلية غلق البيبان على كل دول العالم وباقي المجموعات، وستفرض على البريكس تركها حرة للانفتاح على الجميع حتى لو دخلت معهم، لتتعامل مع الجميع وتسبق مصلحتها على أي اعتبارات أخرى، لأن الدول أثبتت أنها تحكمها المصالح وهذا الواجب، لأن النهوض بالاقتصاد وكسب فوائد وإنعاشات من مختلف الجهات للاقتصاد أولى من التعنت وأفضل من الإنغلاق الذي يبطئ عجلة الاقتصاد. ولهدف الجزائر أكبر المستفيدين من رفض البريكس، واستطاعت بجدارة تحويل خيبة إلى أمل وانتصار وانفتاح جديد. وطبعا الجزائر أيضا ستظل حليفة لروسيا والصين، وفي نفس الوقت على علاقة قوية ومنفتحة مع الدول الغربية والجميع. خطوة بوتين بعد تبون تصنع الحدث، وأخيرا الصحافة الروسية تكشف التفاصيل والطريقة التي رسمها لزيارة الجزائر ومدى يجلب معه وردة فعلهم عليها. بداية، الصحافة الروسية تكشف تفاصيل جديدة عن رغبة بوتين في زيارة الجزائر وبرمجت الزيارة أخيرا الشيء الذي سيحمله معه للجزائر، وهذا كله بتزامن مع كشفه أنه سيزور الصين في الفترة المقبلة. ثم بعده حسب الصحافة الروسية يطير إلى دولتين وهما الجزائر وتركيا لإجراء زيارات هامة واللقاء برئيسي البلدين. بوتين كان وجه الدعوة للرئيس تبون والأخير قبل زيارة روسيا وحظي باستقبال واهتمام تاريخي منذ وصوله. الرئيس تبون بدوره كان وجه الدعوة لبوتين لأكثر من مرة من أجل زيارة الجزائر، والآن اقتربت كثيرا إذ ينتظر أن يعامله الرئيس تبون بالمثل ويخصص لبوتين استقبال أسطوري. ورد بوتين أنه سيكون سعيد بالزيارة لأنه يعتبر الجزائر على رأس أهم شركاء لروسيا وتربطهم علاقة قوية.
ناهيك عن تأكيده أنه معجب كثيرا بالرئيس عبد المجيد تبون، وأنه هكذا يجب أن يكون قادة الدول، يحافظون على السيادة ويرفضون أي وصايات ولا يرضخون لأي ضغوطات. وكان بوتين صفق على الرئيس تبون لكلامه في روسيا. هذا وأضافت الصحافة الروسية أن بوتين عند زيارته المرتقبة للجزائر، والتي سيتم الكشف عن موعدها بعد وصوله للصين، إذ يرغب بوتين في إكمال كل الاتفاقيات المتبقية بين الجزائر وروسيا، وتسريع التنفيذ والبدء سواء في الاستثمارات والشراكات في شتى المجالات. فحسبهم ما شاهدناه من اتفاقيات بين تبون وبوتين في روسيا ليس كل شيء، بل لا يزال الكثير لإكماله، لأن البلدان مصممان على الوصول بالعلاقات والشراكات لأبعد حد ممكن، ويكون حليفين فعليين. ولف خرجه وصفتها بالتاريخية. هذا وأشار بوتين في أكثر من مرة أنه يرغب في زيارة الجزائر، وظل ينتظر الرئيس تبون يزوره لمدة طويلة بعد سلسلة تأجيلات تكللت بزيارة ثمينة ونتائج مبهرة. أما عن ردة فعل أوروبا وأمريكا عن الزيارة المرتقبة، فحسب الصحافة الروسية فإنه لن تكون أي ردود فعل ضد الجزائر، كما حدث تماما أثناء زيارة تبون لروسيا، ولم يعترضوا ولم يهاجموها لعلمهم بالموقف الجزائري الثابت والمنفتح على التعامل مع الجميع، إذ استطاعت الجزائر إحداث توازن مميز ويدرس في تعاملها مع كل الأطراف وقوى العالم المتخاصمة دون اعتراض أي طرف عليها، على عكس توقعات دول وكيانات معادية للجزائر كانوا يتوقعون ويتمنون انقلاب أوروبي وأمريكي على الجزائر. ما هو سر الزيارة المفاجئة لشنغريحة إلى روسيا واجتماعه الخاطف ببوتين؟ وهذا ما سيعود به، ومحللون الروس يكشفون تفاصيل مهمة. وسيدة بوتين الأولى في وزارة خارجيته تفاجئ الجزائريين، فماذا فعلت لأجل الجزائر وأحرجت الملك المغربي؟ بداية ومع كل التقارب الكبير بين الجزائر وروسيا، خاصة مؤخرا وتضاعف متانة العلاقات وتضاعف التبادلات التجارية والاستثمارات وكذا التعاونات في شتى المجالات والوفود المتنقلة بين البلدين. حاليا يستمر البلدان بالتعاونات، وهذه المرة عادت بقوة من حيث التعاون العسكري، سواء مشاركة الجزائر في فعاليات وتدريبات لتبادل الخبرات، إلى الخرجة التي تصنع الحدث من قائد أركان الجيش الوطني الشعبي شنغريحة، الذي كشفت صحف روسية وعربية ومحلية وأجنبية وحتى محللين كتر عن تفاصيل الزيارة المرتقبة وأهدافها وكيف سيستقبل بوتين شنغريحة، بجانب المفاجأة المدوية التي سيعود بها هذا الأخير، حيث تم الكشف أن بوتين سيطلع شنغريحة على صفقات ضخمة للجزائر ينتظر أن يتم حسمها في المجال العسكري وأحدث التقنيات بطائرات ومختلف الأنظمة المتطورة التي لا تبيعها روسيا رغم الطلبات الكثيرة عليها إلا للدول الحليفة لها. وبوتين كان أعلنها صراحة أن الجزائر أقوى حليف لهم في إفريقيا، لهذا تزداد الوفود والشنغريحة سيطير إلى روسيا. فبوتين معجب بمواقف الجزائر الثابتة والحيادية والرافضة لأي ضغوط من أي كان، كما كشفت ذات الصحف أن بوتين سيخص شنغريحة باستقبال حار في جولته لروسيا، وسيلتقي مع كبار قادة الجيش هناك.